المحافظة دي محافظة مشهورة جدا ان هي يعني انا طبعا عملت لكم فيديو قبليها بس هذا دخلكم تاني في حواراتها، بس هي محافظة مشهورة جدا، هي صعيد مصر، وطبعا حر او برد ده يعني الحر حر والبرد برد عندها، ما عندهاش حل بالاتنين. اللغة الهيروغليفية ليها اسم لمعناها، يعني انا دلوقتي المحافظة دي ليها اسم هيروغليفي، تمام؟ وبعدين انا هنا المحافظة دي كان فيها الدير، دير ستنا مريم كان هناك، بيجوا لها السياح من كل حتة عشان يروحوا ايه، يروحوا للمكان ده. احنا جينا عندهم وصفة حلوة قوي وصعيدي قوي قوي قوي، وهي طاجن لحمة بالبصل. ده اكتر حاجة وسألنا هناك قالوا ان احنا بيعملوا الطاجن ده مشهور قوي هناك، يعني اي اعياد اي مناسبات بيعملوا اي حاجة لمة عيلة او لمة ناس كتير بيعملوا الطاجن بتاعهم ده، طاجن لحمة بالبصل. انا لما يعني قعدت ابحث عنه وكده طلع ان هو شبه بالظبط كباب الحلة بتاعنا، يعني قريب جدا منه، بس هم لازم طاجن ويخش الفرن. طيب ده عبارة عن ايه بقى؟ ده عبارة عن بصل، بصل كتير ولحمة، يعني اللحمة قد البصل، كيلو لحمة كيلو بصل، تمام؟ سمنة، فلفل حامي لو حابين، وملح وفلفل بس، بس يعني مفيش توابل كتير ولا في الكلام ده، هم كل اللي بيحطوه ده بس كده، ملح وفلفل والبصل واللحمة، تمام؟ طبعا كل ما بنمل الطبيعة أكتر كل ما بتلاقي المقادير عندنا بتقل. وطبعا محافظة أسيوط من المحافظات اللي فيها آثار فرعونية كتير جدا. طيب تعالوا بقى نعمل معاهم الطاجن بتاعهم دوت اللي احنا بنعمله، طبعا بيتعمل بالسمنة البلدي. ماشي. هندبل بس كله وندخله الفرن. بس هندبله، ده بقى بيقعد في الفرن بقى طبعا حسب حجم الطاجن كتير، يعني بيقعد ساعتين ثلاثة. يروح محطينه في الفرن وسايبينه يعيش بقى، يعني ياخد زي ما يغفى، بيطلع زبده، بيطلع اللحمه منها زبده فعلا. فهي بيعملوها ايه؟ مش بنسوي اللحمه على النار، لا، تتبيله كده 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 ويروحوا حاطين كله ودخل الفرن بس. فهو احنا هنعمل زيهم بالظبط، يعني هيقعد ده يقعد لغايه بعد الحلقه بقى، يعني مش الحلقه بس، انا مش هسوي اللحمه مش مسلوقه. فهناخد كميه البصل، كفايه كده الكميه دي، وبعدين ملح وفلفل، وندبل بس شويه كده البصل حاجه بسيطه، ولحمة جاموسي عادي، جاموسي بقري ضاني، أي لحمة أي لحمة. أحط معاها بس فلفل حامي، ده دي من عندي أنا. دي وأنا من عندي. هناخد بقى هنا، بصوا كده هي بدأت تدبل البصلة، هنزل اللحمة زي ما قلت لكم تكون ملبسة، ما تكونش حمرة قوي عشان تبقى زي الزبده زي ما انتوا عايزين. هما كل خط الصعيد بيحبوا اللحمه تبقى دايبه دوب، دايبه دوب كده، فبيسيبوها على النار بقى تاخد حقها. بص اهو كده خدت ايه، تشويحه. هروح بقى حاطه ده كله كده واسيبه بقى يعيش في الفرن، يعيش زي ما بقولك بيسيبوه كتير 3-4 ساعات. فانا يا عيني بقى هسيبه الساعه ونص ده وخلاص. وبعد كده نسويه تاني، اوكي؟